ناخد بقى جوله كده نعرف الاصناف اللي عنده ونعرف بقى في الحاجات دي بتتعمل ازاي. يلا بينا. حاجه اسمها مخ بيكسر ده المخ. اتفضل. حاجه اسمها لسان ده اللسان بتاع الضاني. بتقيس المسين. كل طلب ده طلب ده طلب. حاجه اسمها جبهه. حاجه اسمها جهره اللي هي اللي بتاعت العين. حتى الحاجه عند العين يعني؟ اللي هي فيها العين. اسمها جهره بس جهرة. لحمه. تمام. حاجه اسمها جبهه اللي هي الواجهه اللي هي دي. اللي هي دي. بس احنا بنشيل الجلد ونقشر الروق ده ايه دي؟ يعني شايفين الحاجه نظيفه يعني بتشيل فوق نشيلها وده بيطلع حاجة طلب. حاجه نظيفه جدا. ده طلب 35 بس. شوربه يعني اختراع بجد. ده توم؟ توم ودقه ليا. يعني الشوربه وعليها توم ودقه ليا كده يعني حاجه كده عظمه. هننظف اللسان دلوقتي نقشره. ده اللسان اهو بعد ما نظفناه. فهعمل لي بقى طبق كده واكل واقول لكم رايي بقى في الاكل ده. الحاجات دي ما كنتش مستوعبه ان انا اكلها خالص بس هجرب معاكم النهارده. الحاجه شكلها نظيف جدا. يلا بينا بقى ادوق واقول لكم رايي. هبتدي بقى بالشوربه. الله حلوه جدا. عارفين طبعا انا بحب الممبار يعني. تحفه تحفه. خفيف جدا مش محمر. ميزه الحاجه ان هي كلها مسلوقه يعني. جرب الفتة بجد يا ريت تيجوا تجربوا يعني الاكل هنا عظمه. الاكله بقى عليها اقبال اكتر من اهالي السيده زينب ولا في ناس بقى بتحب الاكل وبتيجي مخصوص هنا كتير؟ انت عارف لك حاجه انا قلتها قبل كده. دكتور يحيى فخران دي ياكل عندي بجد تاخد. واحمد عدويه محمد سعد وكتير قوي يعني ممثلين كتير بيبعتوا ياخدوا اكل. مدام صابرين بتحب الكرش دي اساسي كرش الضاني. احنا عندنا كله اكل مسلوق كله ضاني كله ضاني مسلوق. تاكلي واتنين مفيش حاجه تحمي على قلبك.